مصر على وشك الدخول في حرب مفتوحة ضد الإسرائيليين للدفاع عن الفلسطينيين بمجرد ما الفلسطينيين ينزلوا لاجئين على سيناء بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي على أرض القطاع. هتقوم حرب مفتوحة بين مصر وإسرائيل حسب المذكور في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، حرب نهاية التاريخ. النبي دانيال ده كان نبي يهودي اتنبأ من 2600 سنة في أيام نبوخذ نصر في السبي البابلي إن العالم هيتقسم نصين، نص اسمه الغرب الجماعي اللي هو الولايات المتحدة، حلف شمال الأطلسي اسمه ملك الشمال ده نص، ونص التاني اسمه جوج ومأجوج اللي هو روسيا والصين. روسيا والصين وإيران دول جوج ومأجوج، دول نص، الاتنين هيجوا عند أرض القدس الشرقية عند المسجد الأقصى، وهتقوم حرب نهاية التاريخ فيها مدينة القدس هتقع حتة ورا حتة، وهتيجي كل الجيوش العربية وحوالين مدينة القدس، وهتيجي كل جيوش جوج ومأجوج حوالين المدينة وجيوش الغرب الجماعي، وكلهم هيحتشدوا في المكان ده. واحنا داخلين على الأيام دي حسب المذكور في الكتاب إن مصر هتحارب إسرائيل، هي هتكون مرغمة على ذلك، هي مش عايزة ذلك بس هترغم على ذلك حسب المكتوب في الكتاب عن ملك الشمال. بص، ويتسلط على كنوز أرض مصر، وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس أرض مصر. يعني الغرب الجماعي هيحاول يجي يعمل حملة على مصر ويسحب كل الآثار بتاعتها على البحر، على البحر المتوسط، وياخدها عنده على أوروبا في هول الحرب العالمية الثالثة. كل جوج ومأجوج هيجوا يدافعوا عن مصر، إيران، كوريا الشمالية، روسيا، الصين، كل ده هيجي في الشرق الأوسط عشان يدافع على مصر قدام أمريكا وإسرائيل. والشرق الأوسط هيتقسم نصين حسب النبوة اللي مكتوبة اللي أرسلها الملاك جبرائيل للنبي دانيال، الملك الشمال وملك الجنوب. الكلام ده كله مكتوب، والنبي دانيال ده نبي معترف بيه في الديانات الثلاثة، في الإسلام والمسيحية واليهودية. يعني أنا بكلم الديانات الثلاثة، ما بكلمش ديانة واحدة، الكلام ده معترف بيه عند جميع الديانات السماوية. الوقت قريب، أنت شايف العملية العسكرية اللي بتحصل في إسرائيل دي ما إلا البداية، البداية فقط، اللي جاي أصعب من الذي مضى. الوقت قريب، لأن الأب بقى مستهين بابنه، والابن بقى مستهين بأبيه، وصلة الرحم اتقطعت، والناس بقت تعبانة بتاخد الجنيه في جيبها اليمين تصرفه في جيبها من جيبها الشمال، وأصبح في تجارب رهيبة بتتم في الغرب بينقلوا روح الإنسان العجوز اللي عنده 70 سنة، بيحاولوا ينقلوه في شاب عنده 20 سنة. عملية نقل الروح ده سر بقوله لك، عملية نقل الروح. العملية دي هي ركسة الخراب المذكورة في كتاب النبي دانيال أيضا من 2600 سنة، إن فيها عايزين يكسروا الموت بتطور الطب وتطور التكنولوجيا. بمجرد ما العملية دي تحصل، هي بتتعمل في السر دلوقتي لكنها تعلن للعلن، وهيكون في وحش هو اول واحد ميت عايش، وحش في جرح لكن جرحه شفوي وعايش قدام الناس، ده الوحش الغربي اللي هيحاول يسيطر على كل العالم. ده موجود بس على وشك انه يظهر، لان احنا في الايام الاخيرة، فهيقيم نظام واحد وهتكون مملكة واحدة تحكم كل العالم حسب امريكا من زمان نفسها تحكم كل العالم، بس مش عن طريق الحرب، عن طريق السيطرة على ادمغة الناس. فالوقت قريب، هيقيموا نظام اللي هو كده 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 كده، كل يحط الشريحة دي، كل يحط الشريحة دي هيكون في النظام، أما كل اللي هيرفض الشريحة دي هيتم إقصاؤه من العالم، هيتم إقصاؤه من العالم. وهي دي التجربة العتيدة، إنها تجرب كل الساكنين على الأرض. كل اللي هيحط الشريحة دي اللي هي عددها كده 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 هيكون مع الشيطان، أما كل اللي هيرفض الشريحة دي اللي عددها كده 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 هيكون مع الله، وهيكون ليه حياة أبدية. ومن هنا الناس هتتقسم نصين في الديانات التلاتة، وهيكشف قلوبهم بالاختيار، هل هيختاروا الله ولا هيختاروا الشيطان. والفيديو ده هيكون موجود في الاحداث دي، وهيكون شاهد على الاحداث دي، وناس كتير هتتصفحوا. فالوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.